والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي القناة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، والذي سأسرد عليكم فيه قصة من أروع ما قرأت وسمعت عن قصص حسن الخاتمة. إنها قصة لشابة ماتت وهي ساجدة بين يدي الله عز وجل. فاسمع معي قصة هذه الشابة. هي شابة صغيرة تزوجت ولم يمر على زواجها سوى فترة قصيرة. لاحظ زوجها خلال هذه الفترة مدى حبها للصلاة وتعلق قلبها بالصلاة وحرصها على الصلاة في وقتها، وكانت حريصة أيضا على أن تستيقظ قبل الفجر بفترة كافية لكي تيقظ زوجها من النوم لكي يتهيأ ويتجهز ويذهب إلى صلاة الفجر في المسجد جماعة. وفي أحد الأيام أيقظ زوجها من النوم ولكنه تأخر قليلا، ففاتته صلاة الجماعة الأولى، ولكن من فضل الله عليه أن أدرك صلاة الفجر جماعة مع جماعة ثانية. ثم بعد أن فرغ من الصلاة جلس في المسجد ليذكر الله عز وجل، فلاحظ توجه إمام المسجد نحوه. وركز معي هنا، توجه إليه إمام المسجد ثم سأله: هل أنت فلان زوج فلانة؟ فاندهش الشاب من سؤال الإمام وقال له: وما أدراك باسم زوجتي؟ فقال له: والله لقد رأيت اليوم في منامي كل أهل صلاة الفجر في الجماعة الأولى في الجنة ومعنا امرأة واحدة، فسألت عنها فقالوا لي إنها فلانة زوجة فلان، فجئت أبشرك. ففرح الزوج، وبعد أن فرغ من الأذكار ذهب إلى البيت مسرعا كي يبشر زوجته. وبعد أن وصل إلى البيت وبحث عن زوجته وجدها ساجدة، ثم تبين له بعد ذلك أن روحها فاضت إلى بارئها وهي ساجدة بين يدي الله عز وجل. يا الله، إنها لحسن الخاتمة، وما أروعها حسن خاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والآن، هل يعتقد النائم عن صلاة الفجر أنه سيأخذ القدر الكافي من الراحة؟ والله إنه لمسكين، ولن يحصل على راحة بقدر راحة تلك القلوب التي فازت بالوقوف لدقائق بين يدي علام الغيوب. إذا كنت تنام متى شئت وتقوم متى شئت دون أي مراعاة للصلاة في وقتها، فستبقى والله في دائرة الأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك. والله إنها الراحة والخير في الدنيا والآخرة، لن تجد أحن من الله عليك. فوالله لو يعلم الساجد ما يغشاه من الرحمة بسجوده بين يدي الله لما رفع رأسه أبدا. فأهل الفجر فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن منهم فادعوا الله عز وجل أن يجعلك منهم. فما أجمل صلاة الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، وتدون وتسجل من يحضرون المسجد ليشهدون قرآن الفجر ويصلون صلاة الفجر. وهذه قصة لفتاة ماتت وهي ساجدة أيضا، ولكنها هذه المرة فتاة ماتت وهي ساجدة في ليلة زفافها، ليلة عرسها. تخيل. يقول روي القصة أن هذه الفتاة من السعودية من مدينة أبها، وكانت في يوم زفافها قد صلت صلاة المغرب وتزينت وتهيأت للزفاف بوضع المكياج وارتداء ثياب الزفاف والزينة وما إلى ذلك، ولكن انتقد وضوءها بعد صلاة المغرب. ثم حضر وقت العشاء فأرادت الفتاة أن تصلي، فقالت لوالدتها: يا والدتي، أريد أن أتوضأ لكي أصلي. فثارت والدتها وقالت لها: ماذا تقولين؟ ألا تدرين أن هذه الليلة
هي ليلة عرسك، ليلة زفافك، وقد وضعت المكياج وارتديت الثياب والزينة، أتريدين أن تزيل كل ذلك؟ ألا تخشين من مظهرك أمام المدعوين؟ فردت عليها الفتاة وقالت لها: يا والدتي، أكل ما يهمك هو المكياج والزينة وشكلي أمام الناس؟ ألا يهمك شكلي أمام الله عز وجل؟ فقالت الفتاة: والله لا أبدي أحدا على الله عز وجل، والله لا أصلي. فثارت الأم أكثر وغضبت وقالت لها: سأغضب عليك. قالت لها: يا أمة، والله لا أطيع في معصية الله، إن الله مطلع على القلوب، والله لا أصلي. فذهبت الفتاة وأصرت على أن تتوضأ وتصلي، فقامت بإزالة المكياج وتوضأت وتهيأت للصلاة، ثم دخلت في الصلاة وسجدت، فكانت السجدة الأخيرة في حياتها. يا سبحان الله، أرأيتم كيف تكون خاتمة أصحاب القلوب المعلقة بالصلاة؟ ما أروعها من خاتمة! كل إنسان مسلم يتمنى أن يموت وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وختاما، أخي الكريم وأختي الكريمة، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فاللهم اجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.